اليوم راح يكون مليان. هذا المكان اكتشفته بالصدفة صراحة، اكتشاف حقيقي. فهسه قاعد بستنى في صديق اشوفه لاول مره في حياتي. تخيل تعرفت على هذا الشاب عن طريق تويتر. خلصت حاضره واحده طبعا. تعرف كيف لما يومك يبلش بمطر زي هيك؟ اليوم راح يكون مليان مليان. ربنا يجعله يوم مبارك علينا وعليكم. نبدا يومنا بالصلاه على النبي ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله على المطر. شو جاي على الشتات؟ عندي بوزة هلقيت كان 30 دقيقة، بصراحة ما عنديش وقت كثير اليوم، يعني لازم أنجز شغلات كثير عشان ما تأخرش، لأن أنا مستعجل شوية في آخر النهار، فروحت شريت تو شوية أغراض، شريت شوية خبز، عشت شوية لحمة، وبعدين هأرجع. طبعاً أنا قصدي أرجع إنه أنا لسه عندي محاضرات، إحنا عملنا بس الأينشتيج، طيب الأوسشتيج ممكن بدنا كمان ساعتين ثلاثة بالراحة. طبعاً للعلم صاحبنا الإيطالي سافر اليوم، يعني يوم الصبح، والله حنشتاق له يعني صراحة، كان معطي جو هيك للبيت، إن شاء الله يجينا هقيت جار جديد، لأنه السكن اللي أنا فيه تابع للجامعة طبعاً، تقريباً كل ست شهور بيجيني حدا جديد في الغرفة اللي هو ماخذ فيها، يعني إحنا ثلاثة اثنين ثابتين وواحد بضل بيتغير كل ست شهور. خلصت من الكورس، بعد ما خلصت من الكورس طلعت في المترو، بعدين في كمان مترو او الاشتراس من بعدها، كنت رايح على مشوار في الانحاء هنا. بتكون الصراحة هذا المكان اكتشفته بالصدفة صراحة، اكتشاف حقيقي. هذا المكان طبعا المحل اسمه فيليبس، توماس فيليبس. مرة جيت اشتريت منه، عن جد عنده غراض فعلا فعلا رخيصة. طبعا يعني تلاقي عنده زرع، تلاقي شغلات للبيت، أدوات مطبخ، الأمور هذه يعني. حرفين المكان كتير 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 كبير، تخصص أسعاره يعني حلوة صراحة، قارن عن جد أسعاره حلوة. أنا بدي شغلة زي هيك. أها لقيت اللي بدي إياه، هو ده اللي بدي اياه. شوية مش رخيصة يعني، بس احسن ارخص بكتير من غيره. 190 × 65. ده انا صراحة كنت بدي شكل تاني، بس يلا مش قصة كتير. بس شوفوا والله مكان مليان مليان غراض فيه. ايش ما بخطر عبالك بتلاقي فيه شغلة، شنط، ايش ما بخطر عبالك حرفيا. اذا بتحبوا ممكن اعملكم عنه فيديو، اذا بتحبوا عن جد محل مستاهل تعمل فيه جولة هيك، تستعرض شوية من الشغلات اللي فيه. اذا بتحبوا تحت في صندوق التعليقات. مشكلتي الوحيدة صراحة انه هقيت الطريق كتير كتير طويلة، يعني مشي بدي كيلو 300 متر لحد محطة المترو او الشتراسن دان، وبعد هيك بدي اخذ المترو كمان مرة، بس غير هيك لا تمام لكم. ويعني صراحة هلقيت ميزة انه قصة 9 يورو، ولكن هلقيت المتروهات والمواصلات العامة مليانة 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 مليانة، يعني اتوى بالعافية، يعني انا محشور حشر صراحة يعني في المترو، فصورتش ولا حاجة اشوف لدرجة وين. فهسه قاعد بستنى في صديق اشوفه لأول مرة في حياتي. تخيل تعرفت على هذا الشاب عن طريق تويتر، كان حكيت عنه في اكثر من فيديو، وحتى طلع معي مرة في فيديو كمان، انا صح فاكر منيح طلع معي مرة في فيديو. فهستنى شوية صغيرة، بده يمكن تلسع لما يصل، بدل ما اروح على البيت وارجع مش هلحق، فلا استناه لقيته. يلا بعيني الله بشوية هالوقت ونلقاه لأول مرة. تخيل كيف تعرف على واحد عن طريق الانترنت، برضو يعني في ايجابيات للانترنت. شايفين كيف من اول اليوم حكيت لكم انه راح يكون يوم طويل غير شكل. افتكرت انه ما عنديش اغراض كتير، فماقص عليه شوية اغراض ولسه معي شوية وقت، فبدي اشوف اللي سوبر ماركت قريب من هام واشتري من شوية اغراض، يعني استغل الوقت برضه، بس ان شاء الله ما اتأخر ان شاء الله. يعني لو تأخرنا لخمس دقايق مش قصة فيك يا رب. حمزة باسمه. يعني من ناحية الوقت بتوقع ان انا مش متأخر ابدا، يعني لسه تقريبا ضايل 7-8 دقايق لما يجي، ومحطة واحدة انا بصل بنهوف، بتوقع بنتلاقى بالوقت الصح، جزنا حاجة بالوقت القصير اللي كان معي.
قاعد بستنى فيه على الجلايس اللي على جباله عشان الزحمة وهيك، بس هو تقريبا يعني على وصول يعني خلص. أكيد مفروض إنه أنا حسب ما كلمته قال لي ها تكة وبكون وصلنا. وتقريبا مش شايفه شوفوا بعد 3 ساعات صور الحاجة اللي بعد. أنا آخر مرة صورتك لما شفتك أنا لما كنت مع حمزة. طبعا حمزة زي ما قلت لكم أنا تعرفت عليه من 2 3 سنين تقريبا على تويتر. عرفت حد عن طريق تويتر وهنا التقينا على أرض الواقع. فصراحة أنا سعيد جدا أنا التقيت فيه. طبعا عشان تعرفوا في ناس كتير بتحب تسأل على قصص النجاح والدنيا وهل في ناس بتنجح ولا لا في ألمانيا. أنا بشوف إنه حمزة أكبر مثال لهذا الشيء. حمزة يعني من الناس اللي درس الطب وتفوق على الألمان نفسه ما شاء الله الله يحميه يعني. شكرا يعني صراحة صراحة يعني ده أكبر دليل. صباح الخير. اليوم اللي بعده الحمد لله يعني امبارح زبطنا امورنا يعني بعد اخر حاجه صورتها قعدنا قعده منيحه عند الجامعه كانت الامور تمام الحمد لله. انبسطنا قعدنا لنا 2 ساعة زمان روحنا على البيت برضو قعدنا. اللمات اللي زي هيك فيها قعدات كتير وهينا هسه 7:30 ولي دوام رايح على الدوام. بس حاجه سريعه قبل ما يجي المترو على العلم هذا ثالث فلوق انا قاعد بصوره يعني خلال اسبوع بس لحتى الان ما منتجتش ولا حاجه صراحه يعني التصوير ما فيش فيه مشكله كتير كبيره يعني احيانا الواحد خلص انه بس لو فكرت شويه في الموضوع انه يعني حاجه اكسترا ممكن احيانا تكون مزعجه خصوصا اللي معك بس انه ممكن يعني الواحد يصور ولكن هو المونتاج المشكله فيه صراحه. فان انت تمنتج بياخذ وقت كتير لما يكون عن كش كتير وقت فهي هنا المشكله ان انت طالع نازل كذا ممكن تصور ممكن تحكي ممكن تعمل وتحط فكره وزي الفل ولكن المونتاج بس ان شاء الله يعني نلاقي لها حل. وصل المتر اليوم عكس امبارح الحمد لله مشمس سبحان الله. امبارح زي هذا الوقت كانت تجت كتير. خلصت محاضرة واحدة طبعا يعني الساعة 10 تقريبا. المحاضرة الثانية كان مفروض يكون في محاضرة بس التغت مفروض اعمل بدلها حاجة 3 ساعات باوربوينت مش عارف ايش واعمل قصة. ما علينا ملناش دعوة في كمان محاضرات تنتهي. شفتوا الحاجة الجديدة اللي ركبتها؟ دوت الذبابي جبتها من امازون 10 يورو كنا وحاجة زي هيك. حطوا لكم لما ركبتها.